ما الخبر يا أبا سفيان؟ محمد والمسلمين خرجوا من يثرب. وكم عددهم؟ لا أدري، لكنهم أكثر من 300 رجل. ونحن 40. وأين محمد الآن؟ قرب الصفراء. من أعلمك بذلك يا أبا سفيان؟ رجال مسافرون مروا بهم. ما داموا قرب الصفراء فهم يريدون القافلة. هذه أكبر قافلة لقريش وأجمعها لأموالهم. صدقت يا عمرو، صدقت. فما تحمل هذه القافلة يزيد ثمنه على 50,000 من الدنانير. ما العمل يا عمرو؟ لا قبل لنا بحربهم، فعددهم كبير. لا، سنرسل إلى قريش نطلب نجدة. ومن نرسل؟ من هو أسرع رجل؟ من يعرف الطريق جيدا؟ ضمضم الغفاري. ضمضم يذهب إلى قريش ليقول لهم إن محمدا وصحبه يريدون القافلة ونحن في خطر، فيهب لنجدتنا ليثير القوم ويستنهض هممهم، فيهب لحماية أموالهم ويأتون لنجدتنا. وإلى أين نذهب الآن يا أبا سفيان؟ إلى ماء بدر. هيا يا رجال، هيا إلى ماء بدر. هيا يا رجال. ما بك يا وليد؟ رفض النبي أن يأخذني معه مع أني أجيد الطعام. لا بأس عليك يا بني، فأنت لازلت صغيرة. ولكن أخبرني، كم عدد المسلمين الذين خرجوا مع النبي؟ 305 رجال، فيهم نحو 70 من المهاجرين والباقي من الأنصار، وليس معهم من الخيل إلا 2. ومن الإبل؟ 70 بعيرا فقط يتبادلون الركوب عليها. والرسول؟ الرسول وعلي بن أبي طالب ورجل آخر يتناوبون الركوب على البعير. ولكنه رسول الله ونبي المسلمين، لما تركوه يمشي؟ قال له: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. يا إلهي، كم هو متواضع. من يحمل لواء المسلمين يا بني؟ مصعب بن عمير يحمل اللواء وهو أبيض اللون. كان النبي يسير وأمامه رايتان سوداوان، راية مع علي بن أبي طالب للمهاجرين، وراية مع سعد بن معاذ للأنصار. كانوا مسرعين فغابوا عن نظري. أريد أن أكون جنديا من جنود الله، أجاهد في سبيله وأدافع عن الحق. ما أذكى رائحة البخور، أنت تحبها، إني أعرفك. بل إن رائحة القوافل أذكى يا أمية. صدقت يا أبا الحكم. لك أني أشم رائحة طيب الشام وخمر العراق وسمن البلقاء تصل إلي من أعماق الصحراء. يا قوم، يا قوم، لقد جاء ضمضم الغفاري ومزق الثياب وقد حول رحله وجدع أنف بعيره. ضمضم الغفاري من رجال القافلة، قافلة أبي سفيان. ماذا حدث؟ أبا الحكم، أموالنا مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى أن تدركوها. الموت لمحمد وأصحابه. لا يظن محمد أن هذه القافلة كقافلة ابن الحضرمي. لا، سنخرج إليه. أموال قريش أموالنا. ألن تذهب يا أبا لهب؟ لا، سأرسل ابن هشام مكاني. ألن تذهب يا أمية؟ لا، لن أذهب. استجمر يا أمية وتنشق رائحة البخور، فإنما أنت من النساء. قبحك الله وقبح ما جئت به. أنا من النساء؟ أنا أمية بن خلف، إلي بفرسي. أسرعوا يا رجال، أسرعوا أسرعوا، سنقضي على محمد، ولا تنسوا الدفوف والخمر والجواري.
ولم الدفوف والجواري يا بالحكم؟ لنحتفل بعد النصر، لنحتفل ثم نعود إلى ماء بدر كما نفعل في كل عام. نحتفل، هيا يا قريش، هيا يا قريش، هيا، ولا تنسوا الدفوف والخمر والجواري. كانت بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم فيها سوق في كل عام، وكانت ينابعها ماء مشهورا بين مكة والمدينة، ومحطا للقوافل الذاهبة إلى الشام. وبدر سهل تحيط به التلال والكثبان الرملية، وينساب في واديه جدول ماء يتقطع هنا وهناك، فيصبح آبارا يحيطها رجال القوافل بسدود فتصير أحواضا. وفي هذا المكان بالذات، أراد الله أن يكون اللقاء بين المسلمين وقريش على غير موعد، لقاء اجتمعت فيه كل عوامل النصر للمشركين وكل عوامل الهزيمة للمسلمين. ولكن الله نصر الحق على الباطل، وثبت أقدام المسلمين ونصرهم نصراً أذهل قريشاً وقبائل العرب جميعاً. أين نحن الآن؟ في وادي ظفران، قريباً من ماء بدر. وهل سنتجه إلى بدر؟ لا أدري، ولكن النبي أرسل رجلين إلى بدر يتحسسان له الأخبار. لابد أن القافلة تقترب الآن من ماء بدر. أجل، فهي محط للقوافل تردها في الذهاب والإياب، ولكن أبا سفيان رجل شديد الحذر، لا أعتقد أنه يجازف بالاقتراب إلى بدر. يا مسلمين، يا مسلمين، قريش آتية بساداتها ورجالها يريدون القضاء علينا. وكيف عرفتم؟ وصلنا ماء بدر وبقينا هناك ساعة نتسمع أحاديث من يرد الماء. يا مسلمين، يا مسلمين. لماذا يشير علينا الرسول؟ إنه يستشير ولا يشير. إنه نبينا وقائدنا، يأمر فنطيع. أيها المسلمون، أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: لقد خرجنا من المدينة وهدفنا التصدي لقافلة قريش، أما الآن فقد جاءت الأخبار تؤكد أن قريشا برجالها وساداتها قد قدمت لحربنا. أيها المسلمون، أيها المسلمون، ماذا تقولون في قتالهم؟ الشورى، الشورى، أيها المسلمون. المهاجرون من مكة يقولون. من المتكلم؟ إنه المقداد بن عمرو من المهاجرين. يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به فنحن معه، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى آخر الدنيا سرنا معك. أيها المسلمون، أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: أشيروا علي أيها الناس. النبي يريد رأي الأنصار، فهم أكثر عددا منا. لقد عاهدوا النبي على أن ينصروه في ديارهم، أما هنا خارج المدينة فالعهد لا يلزمهم بشيء. يا رسول الله، من المتكلم؟ هذا سعد بن معاذ. يا
يا رسول الله، نحن الأنصار آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا على السمع والطاعة، ووعدناك بالنصر في ديارنا. أما الآن وقريش تنوي القضاء علينا، فإني أقول لك باسم جميع الأنصار: نحن معك، نحن معك. فامضي يا رسول الله لما أردت، والذي بعثك بالحق لو استعرضت من البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين لكعني أنظر إلى مصارع القوم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بقطع الأجراس من أعناق الإبل. يا قوم، يا قوم، اقطعوا الأجراس حتى لا يسمع صوتها، فتعرف قريش بمكاننا. أسرعوا إلى بدر، إلى بدر أيها المسلمون. هيا يا رجال. يا أبا سفيان، أتظن أن القافلة بأمان؟ ألم يرسل محمد من يقتفي أثرها؟ إنهم يجتمعون عند بدر يا عمرو، وما أظنهم قادرين أو راغبين في مطاردتنا. هيا أسرع، وليوجه الرجال أعناق الإبل إلى ساحل البحر. هيا يا عمرو، أسرع. أنعمتم مساء يا رجال. أهلا أيها الأعرابي، تفضل، ماذا تريد؟ أين سيد قريش؟ أين زعيمكم؟ سيد قريش؟ أي سيد تريد؟ من يرأسكم؟ لا أحد. اسمع يا أخ العرب، كلنا سادة قريش، كلنا سادة، كلنا رؤساء. عجبا لكم. ما بك أيها الأعرابي؟ تكلم، ماذا تريد؟ يقول لكم أبو سفيان إنكم خرجتم لنجدة القافلة، والقافلة الآن بعيدة بالقرب من ساحل البحر، وقد نجت من محمد وصحبه، فارجعوا إلى مكة. نجت القافلة؟ أجل، فلنعد يا رجال. ماذا يا أمية؟ نعود إلى مكة؟ وحق الآلهة لن نعود حتى نرد بدرا، فنقيم هناك 3 أيام، نأكل الطعام ونشرب الخمر وترقص لنا الجواري، تسمع بنا العرب فيهابوننا أمد الدهر. اسمع يا أبا الحكم، ما خرجنا إلا لنجدة القافلة، أما وقد نجت فلنعد إلى ديارنا. حق الآلهة لن نعود حتى نرد بدرا. ماذا نفعل إن وجدنا المسلمين هناك؟ نقاتلهم ونقضي عليهم. لكن لماذا نقاتلهم وقد نجت القافلة؟ ندخل الرعب في قلب محمد وأصحابه. يا قوم، إن هو إلا يوم وليلة وينتهي أمر محمد. هيا شدوا الرحال وأسرعوا لنصل ماء بدر قبل محمد. هيا يا قوم، إن هي إلا ساعات ونخطي عليك يا محمد. هيا.
هيا هيا يا أبا الوليد، هيا. لا أستطيع يا أبا زيد، لا أستطيع، العطش يشتد بي. لقد اشتد بنا العطش جميعا يا أبا الوليد، هيا هيا يا أبا الوليد. أبا زيد، أبا زيد، ما هذا يا أبا زيد؟ انظر، سحاب، إنه سحاب، إنه الغيث، سحاب يا أبا زيد، الغيث، إنه الغيث. يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، الغيث، الغيث، إنه الغيث. حمدا لله، حمدا لله. سبقونا وصار المسلمون عند ماء بدر، طمروا كل العيون وردموا الأحواض، أصبح الماء في حوزتهم والماء نصف المعركة. لا تقلق، إن هي إلا ساعات ونقضي عليهم جميعا، نحن أكثر عدة وعددا. لنرسل لهم رجلا يعرف لنا عددهم. ليذهب عمير بن وهب. يا عمير، اسمعوا يا رجال وانتبهوا لما أقول، نبينا هو قائدنا، أطيعوا أوامره ونفذوها بحرص وأمانة. أمر النبي مطاع. النبي يأمركم بالبقاء في أماكنكم صفوفا مستوية، لا نكر ولا نفر. في المقدمة حملة الرماح لصد فرسان قريش، وخلفهم تأتي صفوف حملة النبال لرمي العدو. وهل نبقى في أماكننا ولا نتحرك؟ أجل، إلى أن يصدر النبي أمره بالهجوم، عندها فقط تندفعون. وكيف نعرف المسلم من المشرك عند القتال؟ كلمة التعارف بين المسلمين هي أحد. يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، هذا رعيت يا عمير. جلت بفرسي أطراف الوادي. اطمئنوا، لا كمين ولا مدد. كم عددهم؟ 300، يزيدون قليلاً أو ينقصون. والإبل؟ لا تزيد عن 70 بعيراً. لن يصمدوا أمامنا، سنسحقهم ونسحق هذا الدين، سنسحقهم ونسحق هذا الدين. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يغرنكم قلة عددهم، فقد رأيتهم يسودهم صمت رهيب وتصميم عجيب وعزم صادق على الاستماتة في سبيل عقيدتهم، حتى لكأنهم باعوا أرواحهم لها. والله، والله يا معشر قريش، ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فماذا ترون؟ فماذا ترون؟ يا أبا الوليد، يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيدها المطاع، فهل تريد أن يذكرك الناس بالخير إلى آخر الدهر؟ ماذا أعمل يا عمير؟ ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي وتعوضهم عن قافلته. سأفعل، ولكن عليك بإقناع أبي جهل، فهو المحرض على القتال. يا معشر قريش، أطيعوني يا قوم، ولا تقاتلوا محمداً ورجاله، فإن منهم رجالاً قرابتهم قريبة، ولئن أصبتموه لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه أو أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، وهذا يورث الشحناء والبغضاء بينكم. يا معشر قريش، إن كنتم تريدون الثأر لابن الحضرمي وقافلته فأنا أعوضكم عن ذلك. فارجعوا، فارجعوا يا قوم، يا قوم، إن يكن محمد كاذباً
فاتركوه للعرب، وإن يكن ملكا فهو ابن أخيكم، وإن يكن نبيا كنتم أسعد الناس به. يا قوم، محمد أرسل عمر بن الخطاب يقول لكم ارجعوا، فارجعوا يا قوم، ارجعوا. لا تصغوا إليه يا قوم، لم يقل كلامه هذا إلا خوفا أن يقتل ولده. يا حضرمي، هذا عتبة حليفك يريد أن يرجع بالناس أو أن تعود فتسعر لأخيك. لا وحق الآلهة. إذن اطلب منهم أن يسعروا لك. وعمرا إلى القتال يا قوم، إلى القتال. سيعلم أبو الحكم من الجبان، أنا أم هو. هزمت قريش في بدر يا هبل، هزمت قريش، وقتل أشرفها وسادتها، وأنت تنظر يا هبل، وأنت تنظر. إيه يا ليل مكة، ليشتد ظلامك وليحجب الرؤية عني، فقد عافت نفسي كل شيء، لا أريد أن أرى شيئا، لا أريد أن أرى شيء. صراخ زوجتي هند يخترق سمعي ويملأ الصحراء حولي في الليل والنهار. هجرت مضجعي وحرمت الطيب على نفسها، جزت شعرها وأقسمت ألا تعود إلى ما كانت عليه إلا حين تأخذ بثأر أبيها وأخيها وعمها. أي هبل، أي انتقام يقدر على مسح ما طالنا من عار؟ حقا قتلوا جميعا سادة القوم وزهرات الرجال. كيف تركت حمزة يقتل شيبة؟ كيف؟ أين كنت أيها الإله؟ أين كنت؟ فالعنقاء فوق قبرك طويلا، سنرفع العار عن قريش وسأعد العدة لقتال محمد، وسيكون يوم قتالنا يوما ما رأت العرب مثله. فان تمكن علي بن ابي طالب منك يا ابا الوليد. ايها الحق، اهلا ومرحبا بك في شغاف قلبي، اهلا ومرحبا بك في عروقي. إني أمتطي جواد الغضب وأحمل سيف الكراهية.
آه يا عمرو.